السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. في فيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على صورة عظيمة جدا جدا، وهكلمكم على فايدة عظيمة جدا جدا. الفايدة دي انا جربتها بس بطريقة تانية، والحمد لله تحقق معايا يعني امور تشبه بالمعجزات. والفايدة دي يا جماعة عبارة عن ان احنا بنستخدم قانون الجذب وبنستخدم التفاؤل عشان نحصل على الشيء اللي احنا عايزينه. طبعا الفايدة النهاردة بإذن الله احنا هنتكلم فيها على صورة عظيمة جدا، اقرأها مرة واحدة فقط ان شاء الله قبل النوم، وبإذن الله انتظر البشائر والبشارات والمعجزات والفوائد بإذن الله اللي هتعود عليك وهتعود على حياتك في الصباح ان شاء الله. في الصباح هتلاقي في بشارات جات لك، ممكن يبقى في خبر مفرح يجي لك، الله اعلم. اهم شيء ان انت تعمل الفايدة زي ما هقولها لك، وبإذن الله انت هتلاحظ ان بداية يومك في حاجة مميزة، يعني هتلاحظ في اليوم التالي في حاجة مميزة حصلت معاك او في شيء مميز هيحصل معاك. وطبعا الصورة اللي هنتكلم عليها النهاردة يا جماعة هي صورة عظيمة جدا من سور القرآن الكريم، وهي اقصر صورة في القرآن الكريم. على الرغم ان كلمات هذه الصورة قصيرة الا ان ثمرتها وفوائدها كثيرة جدا. فاولا هذه الصورة يا جماعة هي العلماء او بعض العارفين اتكلموا عنها وقالوا ان اللي بيقرأها 1001 مرة سيرى حتما، يعني قرأها 1001 مرة لمدة اسبوع سيرى حتما في هذا الاسبوع احد الانبياء او احد الصالحين في المنام. كذلك هذه الصورة يا جماعة من اكثر الصور اللي الناس شكروني على الفوائد الخاصة بها في تعجيل الزواج. يعني انا الحمد لله وبفضل الله يعني رسائل كتير جدا قد تتجاوز الالاف، يعني الحمد لله، من الفيديوهات اللي كانت نازلة عن تعجيل الزواج خاصة بسورة القوصر. فعلا الناس تحقق معهم ما يشبه بالمعجزات، وفعلا كثير من الفتيات الحمد لله ربنا رزقهم بالزوج الصالح بعد ما لجأوا لله عز وجل بقراءة هذه الصورة. وانا ما بقول لك الكلام ده، انا ما بقولكش الكلام ده عشان انا مقدم خدمة ولا بقول لك اتصل بيا وهعجل لك زواجك ولا كده. انا بنقل لك فايدة وبنقل لك تجربة، والناس اللي متابعيني من الاول هيعرفوا يا جماعة ان انا ما بعملش خدمات ولا حتى بعمل اعلانات لناس او كده، يعني انا ماليش في الموضوع ده خالص. فبالتالي النهارده باذن الله زي ما قلت لك هكلمك على فايده باذن الله انت هتعملها قبل ما تنام. هتغلق عينيك ثم تقوم بقراءه هذه الصوره، ثم بعدها تفتح عينيك وباذن الله تشوف المعجزات. طيب طريقه الفايده يا عبد الله اعملها ازاي والتفاصيل؟ هبدا باذن الله في ذكر شرح الفايده وتفاصيل الفايده. بس قبل ما ابدا في شرح تفاصيل الفائده وشرح تفاصيل الفائده بالكامل، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوه في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا احبابي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والفائده بالكامل ان شاء الله. طبعا الفائده دي يا جماعه فائده سهله جدا، كل اللي بطلبه منك باذن الله ان انت بتيجي قبل النوم مباشره، يعني بمجرد ما تعمل الفائده دي عايزك تنام على طول. واول حاجه بتعملها باذن الله هي، ودي اول خطوه، ان انت بتقعد وبتبقى متوجه للقبله، ولازم زي ما قلت لك بعد ما تخلص الفايده وبعد ما تخلص خطوات الفايده على طول تذهب للنوم. فبتغلق عينيك هكذا، ثم تتخيل الشيء اللي انت عايزه او الامور اللي انت عايزها تحصل لك. يعني مثلا لو انت نفسك تتحقق مثلا يبقى معاك فلوس او معاك سياره معينه، تتخيل الامر ده. ثم بعدها بعد ما تتخيل تفتح عينك وتقرا سوره القوصر مره واحده فقط، ثم بعد ذلك تستغفر الله عز وجل بهذه الصيغة 70 مرة، اللي هي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تستغفر الله عز وجل بهذه الصيغة زي ما قلت لك 70 مرة. ثم بعد ذلك بتقول يا رزاق 101 مرة، بتقول يا رزاق 101 مرة. يبقى إذا أنت بتغلق عينيك بتتخيل الشيء اللي أنت عايزه، بعد كده بتفتح عينيك، وبعد كده بتقرأ سورة القوصر مرة واحدة فقط، ثم بعدها تستغفر الله عز وجل 70 مرة، ثم بعدها تقول يا رزاق 101 مرة. بعد ذلك تذهب للنوم او بتنام. بفضل الله عز وجل هتشوف المعجزات وهتشوف البشاد وهتشوف الفوائد الكثيره جدا اللي هتعود على حياتك، وباذن الله انتظر البشاره وانتظر البشره المفرحه في الصباح. فبس كده يا احبابي يكون الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.